اهدنا. طب انت ضال عندما تقول اهدنا؟ لا يلزم ان تكون ضال. الان انا اقول للشيخ الله يهديك، يقول امين. لماذا؟ لان الدعاء بالهدايه امر قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول تاملت الدعاء ونظرت، واذا افضل الدعاء في القران، ونظرت افضل دعاء في القران هذا اللي نقرا في كل صلاه، اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء بالهدايه. وبعض الناس ما يريد، والله ما يريد، تدعو له بالهدايه. دعوت مره لطالب من الطلاب قلت الله يهديك، جاءني بعد الدرس قال انا مجنون، والله لو تعود لمثل هذا اتكلم امام الطلاب عليك، لا تدعو لي بالهدايه. اذا ندعو لك بالغوايه، اهدنا. من دعا باهدنا الصراط؟ اول من دعا باهدنا الصراط المستقيم النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح؟ اذا الهدايه مطلوبه لكل احد، سواء كان على الطريق المستقيم او على غير الطريق المستقيم. نعم، ما معنى قول اهدنا؟ اي يا رب علمني ووفقني، اهدني وسددني، اهدني يعني دلني على الطريق، ووفقني الى سلوكه. اذا تطلب اي هدايه؟ هدايه التعليم، يعلمك الله سبحانه، يفقهك في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق. لان لو تطلب هدايه العلم فقط دون العمل أنت من؟ من اليهود، من المغضوب عليهم. ولو تطلب العمل دون العلم أنت تريد أن تكون كالنصارى، تعمل بلا علم. ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب، لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليهم، تعلموا ولم يعملوا اليهود، أو عملوا بلا علم النصارى. لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. لا أريد أن أكون من الفرق الضالة، أريد الطريق المستقيم. طريق من؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.